البنات هلا جينا اللي غنحصلوا عليها من بعد هي هذه. هلا اسمعوا لي، السفنج غنصوبوا بها، كنصوبوا بها جميع المخبوزه ديال الخميره، غنصوبوا بها فطيره ايطاليه حصلنا عليها بهذه الطريقه. غنحاولوا اننا نوضعوها في اللاطه، نحاولوا نفزقوا شويه يدينا ونقرصوها بهذا الشكل. كنحاولوا دائما نقرصوها بصباعنا وكنرشوا مره مره الزيت البلديه، زيت الزيتون طبيعية. هاي العجينة بلا دليك بلا والو، سهلة دغيا كتطلق لينا. ودابا غنزينوها بالطماطم، غنزينوها بمطيشه، هاد مطيشه صغيره مصوبه انا في القراعي مرقداها باش نخدم بها، باش مره مره ندير بها فطيره، مره مره كل مره نصوب بها ملي نبغي نديكوري شي حاجه. ها هي المطيشه ديال لي سوغيز، دائما كنفزقوا بيدنا وكنحاولوا الى تجمعات العجينه نحاولوا نطبقوها. هاد العجينه ممكن نصوبوا بها السفنج، هي نفس العجينه ديال السفنج اللي كنصوب بها السفنج، ان شاء الله نقوموا ان شاء الله المره المقبله نوريكم الطريقه ديال السفنج ان شاء الله تعالى. يدو شويه مطيشه، شي مشكل المطيشه عندنا مرقده ماشي مشكل، حنا حيت هاد ديال هاد لي سوغيج ما كتكونش عندنا دابا، كتكون مطيشه كبيره، داكشي علاش انا كنرقدها ملي كتكون عندي موجوده في الجرده، كنحاول انني نرقدها باش نخدم بها الوقت اللي نحتاجها نلقاها. وها هي البنات، غندخلها دابا الفران باش طيب. من بعد ما دخلتها الفران ها هي غنخليها طيب، حساب 20 دقيقة ان شاء الله، مني توجد نتلاقاو ان شاء الله.